بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم عزيز الصهيب. مقالنا اليوم راح نواصل نتكلم عن سلسلة الميترينج اللي متوفرة في برنامج كيوبيس، واليوم راحين نضع الانسيرتس اللي تناسبنا في عمليات الانالايزينج. احنا نعرف ان هنا الكنترول روم فيها ميزة انك تضع الانسيرتس هنا، وبرضو ستيريو اوت عندك هنا ممكن تضع الانالايزرات هنا. ولكن في مقطع سابق تكلمنا عن الكنترول روم وكيف ان وضع الانالايزرز في الكنترول روم هو الافضل عشان برضو تستغل الخانات اللي موجودة عندك في الستيريو اوت، ولو كان في اي شيء روم كوركشن فما راح يتأثر وقت الميكس داون، ربما تنسى او شيء من هذا القبيل. اليوم راحين نبحث عن انالايزرات موجودة في البرنامج، ربما البعض ما يدري انها موجودة او ممكن انه يعني لسبب ما يستخدمها. فنجي هنا نبحث عن مالتي سكوب. المالتي سكوب هذا طبعا في اشياء هنا راح نستخدمها في هذا الماستر او هذا الميكس، وشوف كيف نستفيد من هذا المالتي سكوب. ولكن الفكرة اللي انا ابغى اتكلم فيها ان المالتي سكوب هذا عنده اكثر من عرض، فانت بامكانك انك تكرر وكل واحد تستخدمه الى شغل. يعني على سبيل المثال هذا المالتي سكوب انا راح استخدمه للستيريو ليفل. نلاحظ هنا عملية الانالايزينج، واذا حبيت تكبر الانالايزينج او تصغره بالطريقة هذه، وهنا الفريكوانسي اللي تبغاه، لانك تبغى الفريكوانسي كامل او الفريكوانسي هذا، يعني النوع الفريكوانسي اللي انت تبغى تراقبه بالشكل هذا. لسبب ما مثلا انت تبغى تراقب البيس من الصفر، طبعا هو يعطيك من الصفر الى النقطة هذه، فانت تراقب هنا مثلا الفريكوانسي هذا. وعندك هنا طريقتين للعرض، عندك الموديل A وعندك الموديل B. هنا ركز امبليتيود، يعني الليفل قاعد يعطيك الليفل. يعني هنا لما تشوف البيك بالتحديد، لما نشوف هنا هذا التكبير، هذه الامبليتيود، عندك هنا الامبليتيود في اعلى مناطقها وهنا في اسفل مناطقها، فهو الان قاعد يعرض لك الامبليتيود هذه. يعني انت العرض عندك هنا بالشكل هذا، ولكن انت تبغى تعرض بالطريقة هذه عن طريق هذا المالتي سكوب، فتيجي للامبليتيود وتستعرضه بالامبليتيود. لاحظ هنا الموديل بي ما راح يعطينا اي شيء بالنسبه للامبليتيود. برضو في فكره الفريزنج انك انت توقف لسبب ما، تحتاج انك توقف او مثل ما قلنا تروح الى فريكوانسيات اعلى بالشكل هذا. يعني هذا بالنسبه للامبليتيود. هنا نجي للفريكوانسي، وهي المتعارف عليها واللي دائما نتعامل معها الانالايزر بالنسبه للفريكوانسي. هنا تغيرت الخيارات عندك، لما تجي هنا تلاحظ 15 باندز او 8 باندز، انت الشكل اللي تبغى الانالايزر هذا يشتغل عليه، وكلنا نعرف الانالايزر والفائده منه. هنا طبعا اذا بغيت انك تكبر الانالايزر او تصغره بالشكل هذا، طبعا لاحظ انه في ستيريو ليفت ورايت، وممكن انك انت فقط تتابع الرايت وممكن انك فقط تتابع الليفت او انك تستمر على الستيريو. هنا احنا طبعا عندنا ستيريو وما عندنا سراوند، فراح نكتفي بالستيريو. الان هنا ميزة الفريز برضو موجودة، وعندك الموديل بي. لاحظ الموديل بي كيف شكله بالشكل هذا، يعتمد على خياراتك. وانا اعتقد الكثير اللي يحبون الاشكال والالوان وهذه الاشياء قطعا ما راح يستخدمون هذا، ولكن اللي فقط يبغى الفائدة والخدمة فهذا راح يعطيك الخدمة او الخدمات اللي انت تبغاها بالنسبة لهذه الامور اللي تكلمنا عنها فيها. الان يعني تقريبا هذا الانالايزر اللي ممكن انا اشتغل عليه. الان اجي الى الستيريو او الوايد هنا عشان اشوف قضية الفيز، وعشان اشوف قضية الستيريو كيف شغالة. عندك هذا الليفت وهذا الرايت، وهذا هنا لو كان اوت اوف فيز، يعني اي شيء اوت اوف فيز راح يطلع لك هنا في هذه المناطق. نجي نشوف برضو لما اخترت السكوب هذا، لاحظ هنا بلس 1 معناته ان الفيز ما زال ممتاز، لما يجي لمنطقة الناقص معناته ان يكون اوت اوف فيز. نجي هنا نشوف وش ممكن يفيدني هذا الخيار. الان
مثل ما قلنا شباب قاعد يعطيك الفريكوانسي اللي انت تبغاه. يعني على سبيل المثال لو انت حاب تشوف منطقة البيس وش قاعد يصير فيها وهل هي مونو، لان غالبا البيس يكون دائما متركز في المونو، فانت تحدد مثلا الشكل هذا وتعرف ان البيس عندك ما زال سليم مناطقه المونو. وهنا طبعا هي التكبير والتصغير بالشكل هذا. نشوف الموديل بي برضو قاعد يعطيك، يعني نتمنى من ستاينبرغ في التحديثات الجايه يعيدون الديزايننج حق هذا، يصمموه بالشكل الحديث الان اللي قاعدين نستخدمه. مثل ما شفنا شباب هذه الاشياء اللي موجوده في هذا المالتي سكوب. الان انت كيف تقدر تستفيد منها كلها؟ مثل ما قلنا عندي انا الاولى راح استخدم الامبليتيود بالشكل هذا واختار يعني الخيارات اللي تكلمنا عنها هنا، اجي للثاني هذا واختار فريكوانسي انالايزر واختار ستيريو، وانت حسب الموديل اللي تحبه وجميع الباند ممكن انك تختار البار، ممكن انك تختار هذا او انك تجي وتختار برضو الشكل، يعني يكون عندك الشكل هذا اذا تحب مع بعض يكون الشكل هذا. نجي هنا ونختار ستوب بالطريقة هذه ولا الستيريو الفريكونسي كامل. مثل ما شفنا شباب هذه الانالايزرات اللي موجودة في برنامج كيوبيس عرضناها في الحلقة هذه، وما زال برضو في الحلقات الجاية راح نتكلم عن انالايزرات ثانية موجودة في البرنامج ونشوف كيف الخدمات اللي ممكن نستفيد منها. وبرضه أوعدكم شباب في أنالايزر وبلاجينز موجود في البرنامج إذا ابتدأنا فيه سلسلة حلقات، أعتقد راح تكون سلسلة شوية فيها عدد لا بأس منه من الحلقات، ومفيد جدا هذا البلاجينز في مرحلة الأنالايزينج، وبرضه مفيد جدا جدا في مرحلة الماسترنج، ومنه خدمات كثيرة إن شاء الله. لما نبدأ في هذا البلاجينز راح نشوف كل الإمكانيات اللي يعطينا إياها هذا البلاجينز. هذا كل شيء بالنسبة لكم اليوم، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.